فيتصدق بكل ماله أو يتنازل عن كل ما يملك للجمعيات الخيرية وغير ذلك، ويحرم كل من له الحق في الميراث، هذا لا يجوز شرعا. الإنسان له في حدود التلت أن يتصرف في الأعمال الخيرية وفي الصدقات وفي غير ذلك، غير الزكوات. يعني ممكن يقيم ماله له التلت، إما وصية لمن لا يرث، وإما وصية بعمل خيري أو إلى آخره. فأنت سيب ولادك بفضل الله مش محتاجين، لكن مهم جدا جدا، مع أنك بتسيب لهم فلوس وتسيب لهم أراضي وتسيب لهم إلى غير ذلك، أهم شيء أهم من ده أنك تسيب لهم ميراث الصالحين. لما رحت للقرآن الكريم وسألت عن ميراث الصالحين أجاب إجابات كثيرة جدا، أختار لحضرتك منها إجابتين. تفضل. أما الإجابة الأولى فقال لي: ألم تقرأ قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طب نعمل إيه؟ قال لي حاجتين. قال لي: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فسكت. قال لي: طيب موضع تاني، لما ربنا سبحانه وتعالى سخر سيدنا موسى وسيدنا الخضر لبناء جدار حيطة، الحيطة دي كانت هتقع فتكشف كنز تحتيها، الأب شايل هذا الكنز لولدين صغيرين جدا.